إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. أنا مصدوم، مش قادر أصدق. والدي اكتشفنا إن عنده سرطان في الكبد، عنده ورم كبير 12 سنتي في الكبد، والدكاترة قالوا إنه ما ينفعش معاه لا كي ولا حقن ولا علاجات جديدة ولا أي حاجة من اللي بنسمع عنها. ففكرنا إن مفيش حل إلا زراعة الكبد، وهو ده الحل الوحيد. ما هو الكبد يتشال كله بالورم اللي فيه ونزرع مكانه كبد جديد. رحنا امبارح لمركز كبير من مراكز زراعة الكبد، وللأسف الدكاترة فاجئونا إن برضو زراعة الكبد مش هينفع. الحقيقة أنا مش قادر أصدق، ما ينفعش إزاي؟ مش الكبد كله يتشال والورم يتشال معاه؟ ليه مش كل مريض عنده ورم في الكبد ينفع يعمل عملية زرع كبد؟ مش الكبد هيتشال كله بالورم اللي فيه؟ العالم كله عامل مقاييس واضحة، مين من اللي عندهم ورم بالكبد ينفع يعمل زرع كبد ومين ما ينفعش. المقاييس دي مبنية على دراسات وأبحاث علمية دقيقة جدا على مدى سنين طويلة. بناء على المقاييس دي بنعمل زرع كبد بس لمريض الورم اللي عنده بؤرة ورم واحدة بحد أقصى يكون مقاسها 6.5 سم، ولو المريض ده كان عنده كذا بؤرة مسموح فقط لو مجموع مقاساتهم ما يزيدش عن 8 سم، وبشرط ما يكونش فيه انتشار من الورم ده خارج الكبد بأي صورة، في الأوعية الدموية، في الغدد الليمفاوية، أو في أي مكان تاني، لأن طبعا ما ينفعش نعمل زرع كبد والورم منتشر بره بأي صورة، لأن لو شلت الكبد وزرعت واحد غيره طب الأورام اللي بره الكبد هنعمل فيها إيه؟ يعني نبقى ما عملناش حاجة. طيب لو الأورام في الكبد أكبر من المقاسات دي ومفيش أي انتشار من الورم خارج الكبد بأي صورة من الصور، ما ينفعش نعمل زرع كبد ليه؟ علشان الدراسات قالت لو الأورام أكبر من المقاسات دي في احتمال كبير جدا تكون خلايا من الورم ده اخترقت الأوعية الدموية اللي جوه الكبد ولسه مش باين دلوقتي ليها أي آثار لا في الأشعات ولا في التحليل، ولكن للأسف تبدأ تظهر بعد عملية الزرع بأسابيع أو شهور في صورة رجوع للورم تاني في الكبد أو خارج الكبد. علشان كده مهم جدا أي حد عنده تليف كبدي مزمن، وده أكتر واحد معرض إن الكبد يجيله أورام، ومهم جدا إن الشخص ده يعمل متابعة دورية على نفسه كل 4 شهور علشان يقدر يكتشف حدوث أي ورم بدري وهو لسه في بدايته، وهو لسه ما كبرش، لسه ما انتشرش، وبالتالي نقدر نعالجه ونقدر نخف من الورم ده بطرق علاج كتير، اللي أهمها وأحسنها على الإطلاق هو زرع الكبد اللي دلوقتي بقى حل هايل للحالات اللي زي كده، وأنقذ كمان حياة ناس كتير من اللي عندهم أورام بالكبد. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.